من ضمن اكتر الحاجات اللي دايما كانت بتخليني ادفع ثمنها غالي في سنين طويلة، بس في نفس الوقت دلوقتي ساعات بحس ان هي ليها قيمتها، ان انا كنت اوقات كتيرة ممكن تلاقي ريال مدريد، تلاقي برشلونة بيلعبوا مباراة يكسبوا فيها 3 و4، واطلع اقول يا جماعة الماتش ده الفريق ما كانش احسن حاجة، او الفريق كان وحش اصلا. وفي ماتشات كتيرة يعني مثلا من ضمنها مثلا على سبيل المثال ريال مدريد كان بيلعب سيلتا فيجو وكسب 4-1 في ملعب في البلايدوس، وفي الاخر الماتش كان واضح جدا ان سيلتا فيجو يعتبر احسن بكتير من ريال مدريد لغايه مثلا ال 2-1 بعد كده الماتش فتح. فدايما كنت اقول يا جماعه لا في مشاكل كتيره وكذا، افضل اعدد المشاكل. بس طبعا الناس كانت ايه، كان في ناس بتمشي مع السياق وتمشي مع التيار وتقعد تتكلم على ان انت حاقد وحاسد والجو الحمضان ده، اللي هو اصلا احنا بنتكلم مش هتفرق خالص المواضيع دي مع الايه، مع الفرق بره. في نفس الوقت في برشلونه مثلا ايام فالفيردي كان راح بيقعد يتكلم ويقول برشلونه عباره عن ميسي وتير شتيجن يا جماعه، واللي بيحصل ده تهريج وقصص طويله قوي، نقعد نتكلم. فالناس برضو بعض الناس رغم انه في ناس كانت بتحب فالفيردي انا عارف، بس دايما اقصد يعني الواحد ما كان بيمشي مش بيمشي مع التيار اوقات كتيره. اللي بيدي له قيمه ايه بقى؟ ان الواحد لما بيتكلم مع وقت ما يكون ريال مدريد او برشلونه يستحقوا الاشاده وتتكلم عنهم بشكل كويس، بحس ان الموضوع ده مع الناس بيبقى ليه قيمة اكتر. بحس الموضوع مع الناس تحس ان في صدق، لما انا بقى يسمع يقول لك ايه الراجل اللي عمال يتكلم عننا في اوقات كتيرة فيها انتقادات وفي رأي مستحق، لان انا اكيد مش هألف انتقادات على الفاضي، فلما يشيد بينا او يقول الفريق ده كان كويس بيبقى ليها طعم تاني. مش واحد بقى عمال على بطال بقى كلامه ماسخ من كتر التكرار في فكرة ان هو عمال يشكر في ريال وبارسا ريال وبارسا. وطبعا الموضوع ده بيجيب ايه، شيرز ولايكس، وعيش عيش حياتك زي ما انت عايز. فده النهارده في وسط برشلونه، في وسط ماتش برشلونه انا كنت شايف برشلونه ممتاز، فريق ما سجلش بس فريق ممتاز، الامور بتحسن كتير جدا عن اللي كنت بشوفه قبل كده. انا ممكن اوصل معاك لان برشلونه في الماتش ده كان افضل من نسخه برشلونه قدام بيتيس لغايه 1-0، يعني اول 24 دقيقه كان دي و24 دقيقه او اول شوط هنا برشلونه قدام اشبيليه اللي كسب 1-0 بصعوبه، كان في رايي نسخته افضل من النسخه اللي كان عليها برشلونه امام بيتيس اللي كسبه 5-0 وقت ان كانت النتيجه 0-0 بعد ما جاب جون الدنيا فتحت الى حد كبير. شايف النهارده اتعلم من اخطاء، خلينا برضو ندي الراجل حقه. الماتشين اللي فاتوا كان بيلعب فريق بيلعب بخماسي وما زال مصر على نفس الطريقه، فكره ان انا افتح اللعب ببالدي وفكره ان انا عندي جناح واحد والتاني بيخش في العمق سواء موجود او مش موجود، يعني سواء رباعي وسط او يكون واحد منهم جواو فيليكس او لا يعني. فدلوقتي اللي شفناه جواو فيليكس اللاعب اللي هو ما عندوش ملكه انه يبقى جناح الى حد كبير كجناح، كان مثبته برضه في الخط، كان مثبته في الخط وقت بدايه الهجمه. تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي زي ما بقول لكم وقت بدايه الهجمه، لما ابدا الهجمه من الخط جواو فيليكس احسن كتير ما يبقى ابتدى الهجمه في العمق. لا اه خطير فيه بس يبداوا كتير وهو ظهره للملعب، مش كل كره هتعدي زي كره ليفاندوفسكي وماتش بيتيس. فالنهارده واحنا بنتفرج على الماتش انا ما شفتش عدد كبير من اللعيبه اللي بتلعب بظهرها في برشلونه، التكويمه اللي كانت حاصله دي ما كانتش موجوده. مع الاخذ بالحسبان ان اشبيليه كان بيساعد برشلونه ان هو بيلعب برباعي، مع الاخذ بالحسبان ان اشبيليه عنده كرامات الفريق الكبير، كرامه الفريق الكبير اللي انا مش هدافع يعني شكل قاتل، انا لا ساعات بحاول اضغط، عندي لعيبه مهاجمين مش بيدافعوا بشكل قوي، ما بلعبش ما بتلعبش، مش كل لعيبه بتضحي بدنيا وهكذا. تعالى اوريك لقطه كده بسرعه، طبعا هبدا اقطع فيها عشان خاطر ما ايه ما تتاخدش، احنا ممكن حتى نبطئ السرعه بتاعتها بحيث ان ايه محدش يتكلم. مش هو في تبطيء متهيألي في السرعات هنا ولا لا؟ اعتقد في تبطيء في السرعات على اليوتيوب لكن مش واضح، ان مش عارف الاوبشن ده مش قدامي، لكن يلا بينا عشان خاطر الناس ما تهربش مننا زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت الناس هربت مننا لمجرد ان انا اتاخرت شويه. ناس ايه؟ احنا في مجتمع الناس مش صبوره فيه خالص، بس ما يجراش حاجه، الناس الحلوين اللي موجودين يكفوا ويزيدوا. بص اللقطه دي بتقول حاجات كتيره قوي في الماتش. اول حاجه بص كام لعيب، بص على الماوس بتاعي كام لعيب هنا مدي ظهره زي اللي كنت بتشوفه ايام ماتش مايوركا، مفيش الا جافي. وخلي بالك ده جافي واحد من 2 لعيبه. طب ايه المختلف هنا في اللي انت شايفه قدامك كده؟ بص بالراحه كده اهو بوريك الشكل العام. اولا بص جواو فيليكس تمركزه فين،
جو فيليكس مش موجود هنا كما هي العاده، كانت في المباراه اللي فاتت كل كتير جدا تلاقيه هنا مخنوق، بادئ الهجمه هنا وحش غلط، لا انا استلم هنا او حتى اجري هنا واطلع بلدي كده، تفرق كتير جدا، تفرق كتير مع بلدي نفسه اللي هو طبعا مش بيقدم احسن مستوى، تفرق. فبص هنا مين كمان؟ كريستينسن. انا مش هحرق لعيبه خط النص في ان هو واحد فيهم هو اللي يبدا الهجمه، ممكن جدا كريستينسن، مع طبعا الاخذ في الحزب، مع طبعا الاخذ في الحسبان ان اكيد اشبيليه ساعدك برضه انه ما بيضغطش على قلبين دفاع، عشان نكون واضحين وصراح. ماتش مايوركا اثنين، فيدات موريكو وابدون براتس طول الوقت بيضغطوا على قلوب الدفاع، وجود اثنين راس حربه، وجود اثنين راس حربه مزعج. طب ايه اللي حصل هنا بقى بالراحه كده؟ بص كده بالراحه، نت، لا مش النت، بص هنا جافي، بص جوا فيليكس واحد بس، وليفاندوفسكي الثاني بيرجع بسرعه، بيحاول ان هو يضم عشان خاطر يستلم الكوره، سنده واحده واحده الثانيه، جوا فيليكس بيشوط، الكوره ما جاتش جون. بس اللقطه دي كانت عاجبني فيها ان هي بتوضح لك قد ايه ان برشلونه عنده شكل مختلف في الماتش، في حاجات مختلفه في الماتش. كنت بقول كمان ان برشلونه عنده غياب للاعبين المبادرين في الملعب، لعيبه خط الوسط كلها شبه بعضها، لعيبه كرييتيف ان هم يباصوا كويس وعندهم كرييتيفيتي في الباسنج، بس مين اللي هيستلم؟ عارف توفيق الدين هو كله هيضرب، امال مين اللي هيتضرب؟ مين اللي هينضرب حتى كان بيقول لك مين اللي هينضرب؟ فلا دلوقتي في بعض اللاعبين اللي بيقولوا لا احنا موجودين بنحاول قدر الامكان، اهمهم طبعا جواو فيليكس، جواو كانسيلو سوري، شفت جلال خدتني. طب خلينا نقول جواو فيليكس الاول قبل ما اكلمك عن جواو كانسيلو. جواو فيليكس كالعاده اللي انا بكلمكم عنها، الجديه تنقصه في بعض اللقطات، جديه تنقصه. اللقطه اللي جات له دي، اللي اتبسطت له، العظيمه اللي اتبسطت له دي بتاعت لامين يامال ولا جواو كانسيلو بصها له، الكرة دي يا عم مش لازم يعني الجول يتحط في العرض، يعني تبقى بالحسوكة دي، الكرة جول مفتوح كله قدامك، مش منطقي، مش منطقي ابدا العب بالشكل ده يعني وانا صفر صفر. ابسط حاجة نرجع لجو كانسيلو، هو اللعيب المبادر، اللعيب بياخد الكرة بيروح بيخترق الخطوط، البرشلونة محتاج اللعيبة، محتاج اللعيبة دي، محتاج ديونج لما يكون موجود، محتاج جوندوجان يقدم الموضوع ده بشكل افضل، حتى لو جوندوجان مش هيبدأه يخترق لان هو ابطأ من ان هو يخترق كده بسرعة، محتاج يبقى لعيبه بتتحرك، مش واقفين ليفاندوفسكي جو فيليكس واقفين مستنين الكوره ويقوم باصيها، لا لعيب بيتحرك. احنا شفت اللقطه اللي وريتها لكم، ليفاندوفسكي جاي من ورا وطالع لقدام عشان يستلم الكوره ويسند، مش واقف مستني، لان انت كده بتسمح للمدافع ما بتفاجئهوش بالحركه، فالحركه بركه زي ما بيقولوا، وبرشلونه النهارده كان بيتحرك بشكل كويس جدا. لكن تظل مشكله الدفاع واضحه، الدفاع النهارده في اشبيليه، دفاع برشلونه سيء، في كور كتيره اتلعبت على الفريق، هو مش احسن حاجه. بس ارجع واقول ليه برشلونه افضل النهارده، لان برشلونه لبس 357 فرد، كل الرقم خلاص حفظ 357 فرد قدام سيلتا فيجو، طبعا انا بالف يعني بس صوت كررت الرقم بنفس الشكل، وما هددش، ما هددش كتير، ما هددش اكتر من اللي هدده قدام اشبيليه. فاه ممكن يحصل الفريق يتعرض لبعض المشاكل الدفاعيه مقابل ان سنه، مقابل ان هو بيبدع شويه هجوميا، يعني اقصد لا هو مش بارجين انت بتعمله، انت اصلا كده كده دفاعيا انت مش احسن حاجه، فانت لازم تبادر هجوميا في حاجات، لازم تخاطر هجوميا بس شكل صح. تشافي كان بيخاطر هجوميا بالباكات، كان بيحط قدم بلدي، ده انت كده بلدي استفدت منه شويه في المرتدات، لكن لو رجعنا لبلدي، بلدي مش زي السنه اللي فاتت الدفاعيه مثلا، زي عنده مشاكل، بلدي بيتسرق وبيتلعب في ظهره كتير، الكرة اللي اتلعبت في اخر الماتش بتاع خيسوس نافاس دي ما ينفعش تحصل على لعيب، انت سرحت وسبت المساحه لخيسوس نافاس، عارف ان مفيش حد بيغطي وراك، بس لازم الحسبه بتاعت الباك ويبقى معروف مين هيغطي على وراه. لكن عايز اروح على لعيب فعلا كان النهارده ممتاز، فيرمين. فيرمين فعلا كان كويس جدا، الولد كان ممتاز وفاجئني في المركز اللي هو كان فيه والمساحه الضيقه اللي كان بيلعب فيها، كان ممتاز جدا، وازاي ان هو بيستلم ويباصي عند رؤية، يباصي لمين، والكرة لما شايف واحد قريب بس واحد بعيد احسن، بس البعيد ده لو وصله هيدي مساحة كبيرة، على طول بيباصي الكرة صح بشكل ممتاز، عارف امتى يباصي بعيد وعارف امتى يباصي قريب، زي لف بتعمل التيرن، الجول الكرة بتاعته اللي كان ممكن جاب جون ده كان هيبقى جون عالمي يعني. لكن بشكل عام انا بشوف ان المباراة عموما لبرشلونة ايجابية جدا في رأيي.
حتى لو انت اخر الفوز يعني، مازال اكيد فريق بعيد عن المنتظر من جماهيره، ومازال اللي حصل في ماتش سيلتا وحصل في ماتش مايوركا لا يمكن علاجه ماتش واحد امام فريق اعتاد انه يخسر في كامب نو، او اعتاد يخسر في برشلونة اعتبر ان مونجويك دلوقتي مش كامب نو، لكن هو مؤشر ايجابي بشكل عام، مؤشر ايجابي للفريق. ايه مؤشرات سلبية تانية؟ ليفاندوفسكي مثلا، ليفاندوفسكي قرار بتاعه بطيء، سيبك من الجري، انت المهاجم احيانا كتيره مش محتاج ان هو يبقى سبرينتر، يعني خاصه مع الفرق الكبيره اللي هي المهاجم بتاعها ما بيقطعش مسافات ولا بيلعب في مرتدات، القرار بتاعه بطيء، القرار بتاعه بطيء لان مرونه قلت، الكره على بعد 3 خطوات منه بياخد وقت شويه عشان ياخد فرصه عشان يشوط، في كور عدت كتيره منه في الماتشات اللي فاتت بسبب ان هو بس اللحظه اللي هو بيرفع رجله عشان يلحق العرضيه ما تبقاش احسن حاجه. الحسن الوحيد بقى الاصابات انه نكتشف لاعب جديد مش فيرمين راح يلعب اساسي الفتره القادمه، ممكن يلعب اساسي طبعا، هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، اعتقد انه هيلعب اساسي يعني بالنظر الى اصابه رافينيا اعتقد تاخد لها 3 اسابيع متهيألي ان لم يكن تمزق شديد قوي يعني. لمسيه عدد بقوه اخر سنتين اجبارا لكن وفت بوعودها حتى الان يعني مع الفريق، او ما عملتش لعيبه زي بوسكيتس وتشافي وانيستا وميسي والكلام ده، لكن عملت لعيبه بيعتمد عليهم يعني. لامين يامال، لامين جمال، اي حد النهارده انا شايفه كويس، مش عارف كتبت بوست ان بقول ان هو هل قدم افضل مباراه ليه مع البارسا، في ناس بتقول لعيب ممتاز قدم مباراه حلوه، ناس تقول وحاجات كده في كتبالي، فانا مبقتش فاهم انتوا رايكم ايه، هل انا صح ولا ايه، ولا انا كنت بشوف ماتش تاني زي على راي بعض الناس اللي كاتبه يعني. الولد كان كويس، الولد بيفتح مساحات كويسه قوي الفريق، الولد مثبت نفسه على الخط ومع ذلك مش مزنوق، قادر يخلص نفسه بشكل كويس ويدي كانسيلو مساحه يخش في العمق بشكل كويس، فهل انتوا رايكم ايه في الموضوع؟ في ظل الغيابات هل ادوار جافي مهمه في الضغط العكسي هي اللي اجبرت شاب على اللعب بجندجان كارتكاز؟ والله هو الماتش اللي فات كان جافي اكتر هو الارتكاز احيانا، يعني احيانا كان هو حط جافي ارتكاز، اعتقد بيتبادل الدور حسب وضع الماتش، حسب وضع اللقطه، مين قدام مين ورا واضغط، فده مهم يعني. امجد راين تحس انه طفل، مش عارف تقصد مين بصراحه. زوزو انت كل مره تخش لايف يخش صوتك في اللايف زوزو، الناس تقعد تقول لنا زيزو بيتكلم، ايه رايك في الموضوع ده؟ ينفع؟ عايز توري، عايز تجيب القطه؟ هات القطه. طيب اهو القطه اهي، يلا انت من اللايف اللي فات عايز توري القطه للناس، اهي القطه يا جماعه. تمام؟ ماشي. لا لسه، كانسيلو يلعب حنان، حنان المتابعه المستمره بحييها يعني. كانسيلو يلعب بقاتلية اكتر لانه عايز يثبت ان التخلي كانه كان خطأ في بيب. حلو، اي كدوافع مهمة لاي لاعب يلا يعني، اي فريق يتمنى يا عم يكون عنده لاعب عنده دافع انتقامي. فيليكس بيلعب بطريقة ايليجنت شوية ومش بيضغط نفسه، ده الفيليكس اللي انا دايما بتكلم عنه يا حنان، هو طول الوقت كده فيليكس كده، هيديك كل لقطات حلوة، هيديك ماتش حلو، هيديك باص حلو، بس في احيانا وما بيتخلاش عن الاسلوب ده يعني، ما بيتخلاش عن الاسلوب الشوكة والسكينة ده، فبشوف ان هو ده مش الماتشات الكبيره ممكن يخونك. مرتضى سامي غير اسمك يا مرتضى بالمناسبه حبيبي. ما يحدث مع برشلونه طبيعي، كل فريق غير من اسلوبه عن العام الماضي، لذلك برشلونه بحاجه لوقت الاستقرار في الاسلوب الحالي. هو متغير بس مش بهذه مش بهذا التغير المؤثر قوي يعني، لكن موافقك الى حد ما، موافقك الى حد ما، بس الفريق محتاج يبقى اقوى دفاعيا عشان خاطر لما الدنيا تخونه قدام يعرف يعوض الـ الامور ورايا. مين تاني بيقول ايه؟ ليه مان سيتي وبايرن يعني عايز لم يتشبثوا بكنسلو، عشان كنت كاتبها بشكل غريب، او ما تشبتوش مش عارف ازاي ايوب كاتبها كده، لكن في نفس الوقت الموضوع انا قصه حكيتها كامله في فيديو تقدر تشوفه. بالمناسبه يا جماعه عايزكم لو اي حد قادر ان هو يتفرج على المحتوى بتاع ليجي شو هيبقى مفيد جدا ليك وليا يعني، انت هتستفيد وتعرف لعيبه اكتر، ونتكلم على لعيبه وتشكيله الاسبوع بتاع في نفس الوقت، ده حاجه كويسه ليا، اتمنى يعني تكونوا دايما بتتابعوا. واما بالنسبه لكانسيلو فتابع الفيديو بتاع كانسيلو، انا كتبت عنه قبل كده، مش عملت فيديو قلب كده في فيديوهات تلاقيه قصته كلها مان سيتي، تقول لك ان كانسيلو عنده مشكله، كانت عنده مشكله، الى جانب ان جوارديولا فاقم هذه المشكله، مع برشلونه مش هتحصل المشكله دي لان كانسيلو طول الوقت هيبقى اساسي. شوفها على الدفاع،
بايرن نفس القصه اتكررت، فبايرن قال لا يا عم مش ده، مش ده وجع قلب. عبد الرحمن الظاهر، شو قصه القميص اللي لابسه كابتن؟ قميص لاس بالماس. صح يا عبد الرحمن، قميص لاس بالماس كان اهداء من نادي لاس بالماس، اشكرهم عليه. وميليرو احد اللاعبين المصابين من وقت بدايه الموسم، وكان احد نجوم الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت اللي صعدهم، كان مظالي عليا. وتو احمد مش عارف كاتب ايه، مش فاكر بالظبط، بيست ريجاردز. فده ايوه تيشيرت لاس بالماس بتاع السنه اللي فاتت. هو مش فارق كتير، لاس بالماس ما غيرش التيشيرت بتاعه زي هو في ريال كده. الفريق كان سلس بخروج الكره وبساط اغلبها صح، لان روميرو ما كانش بيلعب. اعتقد اختزال الموضوع في لاعب بس واحد انا مش موافق عليه قوي، ما اظنش ان ده السبب يعني، لكن في حاجات كتير. حنان طيب، هنستنى بوست طويل ولا فيديو قبل دوري الابطال عن ايه بالظبط يا حنان؟ مش عارف. لا ما انا يعني البوستات الطويله حاليا مش بعتمدها قوي عندي، مش هكتبها كتيره. لكن فيديو انا ما بحبش الفيديوهات قبل حاليا، بحب الفيديوهات بعد. كلام الناس بتحب الكلام، بحس كده الناس وانا بحب الكلام بعد طبعا، عشان يكون عندك الماتش تقعد تتكلم عن حاجات مسبقه، لكن بنشوف ايه الدنيا. عمر طارق، توقعاتك يفضل جيرو متالق بكره امام الريال؟ انا كنت في حلقه مع اصدقائنا في قناه ارزع، وقلت انه اتوقع ان جيرو انه يكسب ريال مدريد، مش مجرد يعني ان هو يقدم مباراه كبيره خلاص، اتوقع انه يكسب ريال مدريد ما لم يضيع الفريق كذا فرصه من اللي هيضيعه في اول نص ساعه في رايي. يعني جيرونا هيبقى الطرف الافضل في المباراه في اول نص ساعه في رايي على اقل تقدير. بعد كده بقى لو ما تقدمش جيرونا في النتيجه ممكن ساعتها الريال يرجع. هو مش تحدي ولا حاجه، بس بناء على المعطيات اللي قدامي يعني. بشوي حبيبي يا بشوي، ميرسي جدا. ديلتو باجال هاي، مش عارف ايه الاسم ده، ديلتو باجال هاي، شكل اسم تايلاندي كده مش عارف ليه. شايف مين الثنائيه الاساسيه في الدفاع الذي سيعتمد عليها تشافي بعد رجوع اراوخو خصوصا في المباريات القويه؟ انا ما اعرفش انت بتسالني عن رايي ولا توقعي. بالنسبه لتوقعي اعتقد انه هيفضل التبادل مستمر، مش فيش هم بين ثلاثه اللي هو كريستنسن واراوخو وكوندي. نيجو هيبقى اقل شويه، لان نيجو كل ما يلعب الدنيا ما بتبقاش احسن حاجه. في المباراه يعني مباراه قويه برضه حسب الماتش اللي هيلعبه، لكن مبدئيا اتوقع يكمل بكريستنسن وكوندي، حاسس كده. عبد الرحمن تستاهل والله الافضل دايما، ميرسي عبد الرحمن ربنا يخليك. مرتضى سامي، هل ممكن تشافي يعود ال 4 4 2 ده الفرقه قويه؟ حسب انت بتتكلم 4 4 2 لما تكون في ماتش هو مش عايز يكسبه او مش مستعجل المكسب، ماتشات مثلا في دوري الابطال، ماتشات الاقصائيه بيلعب بره ارضه، ممكن جدا يلعب برده بنفس الطريقه 4 4 2، يقول لك انا استحوذ على الكوره، انا مش مستعجل على الجون وهكذا، فده ممكن يحصل. لكن بشكل عام الشكل اللي انا شفته النهارده كان كويس قوي بصراحه بالنسبه لبرشلونه، ما لم يكن الموضوع كله بسبب ضعف اشبيليه. مناسبه سيرخي راموس قدم مباراه كويس مفيش كلام، بس برضه سيرخي راموس ما قدمش مباراه عظيمه. يعني في كوره مثلا، الكوره يعني مش عارف اذا كان الحودي هتبهدلنا في اللايف ولا لا، حاول كده اوريكم اللقطه. يعني راموس برضو، وهو ولوك بادي بصراحه يعني الامانه. ثانيه واحده كده، اهي اللقطه اهي، ثانيه واحده، هي الكوره بتاعت فيرمين لوبيز، تعالى اوريها لكم بسرعه كده. بص هنا راموس اهو، راموس وفيرمين لوبيز. طبعا دي من المزايا اللي برضو في المبادرات برشلونه النهارده، اللعيبه اللي بتقطع في العمق ده حاجه كويسه قوي. بص هنا لامين يامال، بص راموس، بص لوك بادي. اعتقد لوك بادي الراجل بيراقب مين؟ بيراقب ليفاندوفسكي، فالمفترض ان راموس تبقى برضو عينيه شويه مع فيرمين، خاصه انه لف وشاف، بص او خلاص اعتقد ان ده بتاعه يعني، مش فيرمين مع ليفاندوفسكي. فبص سرقوا راموس، رد فعله هنا مش احسن حاجه، لكن في النهايه هو راموس دوره قيادي كمان لدعم اللعيبه لكن دايما بستسج يعني، جاي من ان انا بحس ان الموضوع ساذج، ان فكره ان اربط ان تحسن اشبيليه بسبب عوده راموس. يعني اوكي عارف انه فكره انه اللعيب المهم اللي بيدي الثقه اللي حواليه جميل، بس ساعات بيبقى فيه مبالغات في القصص دي. كوندي ما طلعش من التشكيله، كوندي الى حد ما موافقك يعني. النهارده جابي برده شال كوره عجيبه يعني. محمد صار، ايه رايك فرقه استخدام رافينيا لاعب وسط زي برناردو سيلفا في السيتي؟ هي مختلفه. برناردو النهارده لعيب وسط. زوزو وطي صوتك شويه. النهارده برناردو قصدي رافينيا تم استخدامه لاعب وسط، بس مش لاعب وسط بالسقوط للعمق ولاعب وسط يعني. هي ما كانتش 4 3 3 صريحه، هي كانت 4 3 2 1 اكتر،
في اوقات كتير وقت الهجوم كانت 4 لحد كبير 4 3 2 1 4 2 3 1 سوري. يعني ده في رايي لو كان النصيري حاضر لعزل دفاعات برشلونه خصوصا بالعرضيات. هو كهل كان بشبيلي هيلعب عرضيات كتيره في البدايات ما اظنش، لكن النصيري مهاجم كبير طبعا مفيش كلام. بس الغريب ان من ديليبار بيلعب ماريانو ما بيلعبش رافا مير اترفض انه يروح فالنسيا. الواد حاول موت عشان يروح لانه عارف انه ملوش فرصه قوي مع النصيري، اترفض تماما. يمكن عشان ما يقويش فالنسيا وارد، ودي حاجه برضه سياسه من اشبيليه حاليا في الفتره الاخيره بيعافر، يعني باعتبار ان هم حاليا يعني هو حاليا ما لهمش نفس الطموحات بس بشكل عام يعني. لكن رافا مير بعد ما اترفض انه يروح بقى المهاجم الثالث بعد ماريانو دياز، ودي حاجه غريبه بصراحه. واريكسن افضل من اراوخو دلوقتي، قصدك كريستنسن بقى صح؟ انا بقول كريستنسن حاليا ماشي كويس فمش منطقي يطلع قوي. كيف سلعه تشافي امبورتو حسب رايك في ظل الغيابات الكارثيه في وسط الملعب؟ خليها بعدين. محتاج تظبط اللوكيشن يا هندسه وتثبته. والله بص انا بدردش معاكم هنا من لايف من اوضه الليفنج، يعني ممكن ابقى نعمل لوكيشن والقصص دي بس يعني سابق الاوان. بصراحه انا لسه بجرب تجربه اللايف دي وضعها عامل ازاي عشان نكمل، ويعني مش هيفرق معاك اول انا اجيب كوره احطها ورايا يعني، ده تخيلي يعني. لكن والله اوعدك لو في امكان ربنا يكرم ان شاء الله يعني. لماذا لم يصل برشلونه بعد الاسلوب متماسك مع جوده افضل من الموسم الماضي؟ عشان خاطر اللي انا قلته قبل كده في كذا لايف، انه تشافي كان عنده فكره معينه شايف ان هي بهدلت الفريق، فكره كتره لعيب الوسط لعيبه الوسط دي، وان انا باصي في مساحات ضيقه وبتاع وخلص الكوره، عملت وبال على الفريق ده. كان بيدخل جو فيليكس كمان معاه، فالكتره اللعيبه بتجر اللاعبين من المنافس. يعني انا مش هو المنافس هيفضل واقف كده، ما كل ما هتجر لعيب في المنطقه دي هيقوم جاي لعيب زياده يزيد. فبدل ما تكون تحط مثلا موقف 2 على 3 هتحط موقف 4 على 5 5 على 6 بتزحم الدنيا جدا وتبقى مشكله. دي من الاسباب يعني في رايي، غير الحاجات انا اتكلمت عنها كتير. جوندوجان السيتي لسه ما ظهرش ليه؟ مش فاهم تقصد ايه. جوندوجان انا قلت برضو ان هو لعبه بظهره احيانا في الماتشات اللي فاتت كان مش كويس ليه، بجانب ان جوندوجان يعني كلاعب هو لعيب منظومه اكتر منه لعيب. محدش اعتمد على ان جوندوجان السيزون اللي كان بيحط فيه جوان كتير ده هو ده دي نسخه جوندوجان. نسخه جوندوجان دي لان اجويرو ما كانش موجود وكان جوندوجان بيخش ويعتبر هو المهاجم. دي بتفرق. حتى عصام الشوالي كان بيتكلم ما جابش ما مش عارف ايه، يعني كان بيتكلم بيلمح لفكره انه ما جابش جوان او ما عملش، مش فاكر بالظبط ايه المصطلح يعني، بس بيلمح للفكره دي. فده ما بقاش موجود من جوندوجان، ولا تنتظر من جوندوجان في الوضع بتاع برشلونه، مش وضع سيء اقصد، وضع التكتيكي بتاع لعيبه برشلونه، وضع وجود ليفاندوفسكي. جوندوجان التالق بتاعه المميز موضوع كمهاجم ده كان وقت غياب اجويرو، الى جانب ان الفريق في النهايه عشان يبقى جوندوجان موجود جوه منطقه الجزاء ويسجل لازم تكون ممهد الكور العرضيه قريبه جدا، ده اللي كان بيحصل في السيتي وده مش موجود قوي في برشلونه بنفس القوه يعني. انتظر شهر الحسم، معرفش انا واحد فيهم شهر الحسم بصراحه. ليه في اغلب الوقت قرارات كانسيلو على الكوره في جزء الهجوم تكون اذكى وادق كتير من الجانب الدفاعي زي ما حصل في الاربع اخطاء اللي ارتكبها النهارده خلال دي؟ بص انا بشجع فالنسيا فانا عشت مع كانسيلو من هو زمان. كانسيلو لما جه فالنسيا من بنفيكا، كانسيلو اقسم بالله انا اكاد كنت بدات اشك في نفسي ان كانسيلو مش عارف قاعده التسلل. انت متخيل هو اتواصل معايا ليه؟ فالولد كان صفر دفاع صفر، لدرجه ان هو فالنسيا بدا يلعبه احيانا جناح يمين في خطه 4 2 3 1 4 3 3 يعني. الولد كان صفر دفاع، راح اتعلم الدفاع في السيريا بصراحه يعني، راح الانتر وراح اليوفي بدا يتعلم الايه الدفاع بشكل افضل. بعد كده راح السيتي بدا يدرك برضو الوضع بشكل افضل، لكن هو محتاج دايما يكون في وضعيه ما تسمحلوش ياخد قرارات كتيره ويبقى منتبه في الدفاع، لان هو ما عندوش الحته دي. هو مش ليه لان هو كده، دي شخصيته هو، ممكن مش متدرب عليها متاسس من زمان هو كده، عقليته هجوميه دايما مش بيركز قوي في الدفاع. بس بقول لك لما بيوصل معاه الموضوع الاوفسايد يعني، فهو عنده المشكله دي، ممكن مدرب يحسنها اكيد، لكن لغايه دلوقتي انا بشوف ان هو عنده المشكله الدفاعيه. كانسيلو مش احسن مهاجم، مش احسن دفاع باك يمين دفاعيا، لكن هو ما زال باك يمين احسن بكتير جدا من اللي كان بيحلم بيه برشلونه، وتعوض خير عن صبره يعني. رايك مستوى برشلونه حتى الان؟ هل جيرو قدر يفوز؟ انا قلنا الكلام ده خلاص.
جوندوجان ما يقدرش يلعب كل ماتش 90 دقيقة صح؟ أول مرة أشوف إعلامي مصري شغوف بالليجا متعمق فيها. معاك متابع المغرب حبيبي أيوب. أنا بحب الليجا عشان هي دوري ممتع وحلو ودوري، أنا يمكن برضو أرجع الموضوع إلى حد زيادة، برضو أنا بشجع فالنسيا فأنا بتابع الدوري أكتر. أنا بحب البريمير ليج كمان على فكرة بالمناسبة، بس أنا دايما محبش الأفورة، يعني محبش، أنا أنتي أفورة في أي حاجة في الحياة، فدايما بيديني خليني عندي موقف كده مضاد. لكن أنا بتفرج على فكرة البريمير ليج وأحيانا أكتر من الليجا. السنة اللي فاتت على الأقل، السنة اللي فاتت اتفرجت على البريمير ليج أكتر من الليجا. لكن عادي عادي يعني، الليجا الدوري رائع وجميل جدا. بشوي يا كابتن بعيد عن الكرة العالمية، تفتكر زمانك هيقدر يصعد؟ أنا شايف أوسوريو مظلوم ولا ظالم، رأيك يهمني. إن شاء الله يصعد بإذن الله. الماتش مش سهل، مش سهل عشان ظروفه، يعني مفترض المنافس مش قوي، وعيب أصلا اللي حصل. مهما كان في ظروف ما ينفعش تخسر الماتش اللي فات ده بالنتيجة دي. ربنا يكرم بكرة بإذن الله. بالنسبة لأسوريو عنده جزء مظلوم وجزء ظالم فيه. اتكلمت كتير بشوية يعني، أعتقد أنت بتشوف اللقاءات بتاعتي على أون سبورت، بتكلم دايما على الزمالك واتكلم على الأهلي، يعني بتكلم على الكرة المصرية عموما، وأكتر الكلام بيكون على الزمالك. فاعتقد يعني شرحت كتير، خاصه انا بالمناسبه تشوف مثلا اخر اللقاء ده بتاع برنامج اسبوع كوره مع ريم عبد الجواد، اكتب احمد عطا اسبوع كوره بريم عبد، قصدي اسبوع كوره اون تايم سبورتس، واكتب الزمالك بس هتلاقي حاجات كتيره بقول بتكلم فيها اكتر بدل من كلمتين كده بيتقالوا في لايف. لو ترشح لاعب ارتكاز في سوق الانتقالات لبرشلونه يكون مناسب لطريق برشلونه من الدوري الاسباني. بص، هو زوبيمندي كويس جدا، زوبيمندي بتاع ريال سوسيداد كويس جدا، بس هو احسن من نوميو في الباسنج، لكن مش توب في الباسنج، لكن هو سفاح دبابه يعني، جامد جدا جدا زوبيمندي. في واحد تاني بس مختلف خالص ومناسب لو بطريق برشلونه بس مش كتر، يعني مش واحد بيقتل مش بيموت الكوره كتير، اليش جارسيا من جيرونا، طبعا لعيب محترم جدا وممتاز، مايسترو شبه بيرلو اكتر منه، يعني محتاج حمايه، محتاج حمايه من جافي بقى، محتاج حمايه مش عارف من جوندوجان، محتاج حمايه من مين. فهو اليش جارسيا لعيب ممتاز جدا كلاعب ارتكاز، مش لعيب ارتكاز يعني، لعيب ارتكاز مش ارتكاز. مين تاني؟ يعني مش عارف، فكر مع قولوا لي كده الفرق، يعني لو فكرت كده مين تاني، مش فيش حد حاضر في بالي حالا، لكن يعني مبدئيا زوبيمندي واليش جارسيا. في لعيب في فالنسيا ممتاز بس يعني لسه بدري عن تحكم عليه، بيبيلو لعيب ارتكاز محترم فالنسيا اشتراه من ليفانتي، انا متفاجئ بمستواه بصراحه، الواد عالمي عالمي يعني خطير. مش هقول لك خافي جرا، لان خافي جرا لعيب قدام شويه ومركز قدام، يعني فالنسيا لو اذا كان فريق تعبان حاليا خالص عنده يعني ديفوات بالعبيط، بس عنده اثنين عندنا اثنين لعيب خط وسط مستوى عالمي، بيبيلو وخافي جرا، اثنين ثنائي عالمي عالمي، يعني انا بشوف انه افضل ثنائيات الليجا اصلا، مش أفضل، ما قلتش أفضل، من أفضل. عجبني فانيلة لاس بيرماس خاصة الشعر بتاعهم، الشعر بتاعهم سوفيستيكيتد أوي. من صاحب التوقيع على قميص لاس بيرماس؟ ميليرو، ثواني كده أوريك التيشيرت من ورا عشان تشوف ميليرو، شايف مش عارف ظهر اللي ظهر الرقم على رقم 10 أهو، مش عارف بقى. مين هياخد دوري يا كبير؟ حبيبي ياسر يا نجم. لسه بدري يعني، بس طبعا الأهلي أقرب مفيش كلام. الاهلي كفريق اكرم يعني، عنده شخصيه في الملعب وكده، وعنده بقى قصص ثانيه. لكن يعني بالنسبه لبيراميدز، بيراميدز برده محتاج لسه وقت شويه، لكن بيراميدز هيكون منافس الاشرس مش الزمالك في رايي، لكن لسه بدري، لسه بدري، لعل وعسى يعني المجلس الجديد يجي يقلب الدنيا باذن الله. صالح، حتى انا ما اتفرجتش النهارده بس في حاجتين، اولا سلام عليك، يعني الماتش اللي فاكر يا صالح تبعت لي ساعات تقول لي اقول لك ما شفتش الحته دي والله يا صالح. تاني حبيبي صالح، وثانيا نسيب اليمين يمال وفيرمين في حاله احسن، تجيب اجلهم زي ما عملت مع فاتي ونيكو ونزاليس. لا يا معلم، انا ما جبتش اجل حد، فاتي اتصاب ونيكو ونزاليس جه عندنا هو اللي اتصاب، يعني اتصاب مرتين حلوين جدا، الواد كان كويس والله. بس كده حلو، اتمنى تكونوا انبسطتوا، ما بحبش اللايف يطول قوي عشان بنقله اليوتيوب، الناس تتخض تشوف الفيديو اصلا، ويعني اليوتيوب للاسف القناه مش، انا سبت القناه دي ماتت كتير 3 4 سنين ما كنتش بنس فيها الا فيديوهات تقريبا، ف القناه فيها 18000 ويتشز، مش حاجه كبيره بس في النهايه تدي بوتنشال ان انت تعدي، بس للاسف الفيديوهات ما بتجيبش رقم كبير بقى لها اهو، في كونسيستنسي واستمراريه بقى لها 9 شهور تقريبا، وسبحانك يا رب، او يمكن سنه معاك يا رب، لغايه دلوقتي مش احسن حاجه. لو انتوا مش عاملين سبسكريبشن في القناه على اليوتيوب، من فضلكم تعملوا سبسكريبشن عشان الصفحه تبقى اكتف اكتر شويه، الاكونت يبقى اكتف اكتر شويه،
في شورتس بتنزل بالمناسبه هناك اكتر من فيسبوك، في شورتس بتنزل على تيك توك برضو اكتر من فيسبوك، عشان الحاجات دي محتوى مش مناسب قوي. باخد سويتش سكوت يعني، باخد كده حاجات صغيره من 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 فيديوهات مختلفه، او احيانا حتى بعمل حاجات مختلفه كده، فبرضو يا ريت تتفرجوا. وان شاء الله يعني اديني شغالين في الفيديوز، ولعل وعسى يعني الواحد يبقى عنده دايما وقت عشان خاطر العاده دي ما تتقطعش في مباراه، اي مباراه لايف، لايف بعد ماتش لبرشلونه او ريال مدريد، خاصه في الليج. ساعات دوري الابطال بيفرض نفسه ان انت في ماتش اهم، ماتش اقوى، دوري الابطال ليه قيمه يعني، ان انت تتفرج على كل الفرق. انا بتفرج على كل الماتشات كتيره. انا كنت في يوم من الايام كنت ممكن اتفرج على الدوري الفرنسي، اقعد اتفرج عليه بالليل معاد كتير جدا، واتفرج بيسهر عشان اتفرج على دوري البرازيل والارجنتين. مع الوقت الدنيا الواحد برضو التزاماته في حياته بقت اصعب، فقصرتها شويه على الدوريات الثلاثه الكبرى، ليجا، بريمير ليج، بوندس ليج، قصدي سيريا. للاسف انا يعني السنه اللي قبل فاتت اتفرج على سيريا كويس قوي، السنه اللي فاتت خفت، السنه تقريبا معدومه للاسف يعني، قاصر موضوع الليجا وبريمير ليج عشان اركز وعشان ادي محتوى اعمق شويه. انا كنت في لحظه ما حسيت المحتوى بدا يبقى ضحل شويه، وانا ده مش حاجه بحبها. ممكن نقعد نهزر ونلعب ونضحك ونتكلم ونعمل، بس دايما احاول احافظ لكم على القيمه الثابته في فكره ان انا احترمكم قدر الامكان بان انا اقدم محتوى فيه شويه كلام مش سطحي يعني. فاتمنى يكون ده بيحصل دلوقتي، واتمنى دايما منكم ان انتم تدعموا اي محتوى مش سطحي لو عجبكم. اي انا ما بقولش حد يعمل لايك ولا شير ولا سبسكرايب الا ما يكون راضي ومبسوط. لو انت راضي ومبسوط فانا اعتبر اديتك حقك، اديني حقي بقى. حلو، اهو انا شايف ناس بدات تعمل رياكشنز لطيفه اهو. تابعوا قناه اليوتيوب مهمه قوي بصراحه، تيك توك، انستجرام، تويتر بقى، اللي عايز اي حد كل لو عندك اكونت بتاع ده ما تفوتش ان انت تشترك عشان خاطر يوصلك محتوى اي حته، لان فيسبوك ساعات انت عارفين بيقلل الموضوع والريتش والكلام اللي احنا عارفينه ده. سيبكم على خير، لفات كتيره والله في الاخر، ميرسي على اي حد يعني بيرفع المعنويات. يلا باي باي.